برفع العلم الوطني. هذه مناسبة عظيمة في تاريخنا، محطة مهمة في تاريخنا، لها رمزية كبيرة، نستلهم منها العبر لنخوض الدروب في إطار مهماتنا، خاصة نحن الدبلوماسيين. أظن أن الشعب الجزائري له أن يفتخر بتاريخه العظيم، هذا التاريخ الذي ميزه عن باقي الأمم في سبيل الحرية والانعتاق والاستقلال. نعم، احتفالنا بهذا اليوم له رمزية كبيرة كذلك بالنسبة للشعوب المستعمرة والتي ترضخ تحت الاحتلال.